استاذ محمود انا جيت اقف جنبك شويه. يشرفني. انت اللي عينك في جريده الوطن كان تقييمه لك موضوعي ولا فكره كف البصر دي كانت جزء من الموضوع؟ كان عندي تجربه قبل ما اروح الوطن لا داعي لذكر اسمها، كان التعامل فيها بمعيار كف البصر، ان ده شخص كفيف ايه المشكله ان احنا نتعامل معاه ويعني خلاص خليه معانا عشان ما يتضايقش الولد ويعيني وكلام من ده يعني. ما كملتش الحقيقه، ولو كنت لقيت ان نفس المعيار اتطبق في جريده الوطن اعتقد ان انا ما كنتش كملت من بدايه يعني من بدايه انطلاق الجرنان او بعدها بشويه للحظه اللي بكلم حضرتك فيها دلوقتي. هو الجهاز بيعمل فايبريتنج دلوقتي عشان اشرح لنا بقى كل حاجه. لو انا قربت منه هيكون في حاجه قدامه فالفايبريشن هيزيد. امشي امشي وبعد كده هنشوف. انت ماشي كده عادي؟ انت لفيت اوتوماتيكلي ليه يا محمود؟ عشان الخبط يعني انا بسمع المفروض صوت تخبيط في ودني بيعرفني اذا كان في حاجه قدامي ولا لا على مستوى، اما مستوى الخبط ده بيزيد معنى كده ان انا في قدامي حاجز. طيب يمكن تكون حسيت بحركتي مثلا؟ لا خالص خالص. طب يعني امشي على طول كده. طب امشي على طول خط مستقيم كده. في حاجه قالت لك انه في حاجه في ترابيزه قدامك يا محمود؟ الجهاز عمل حاجه فانت فهمت انه في كويس. انا كده قربت من حاجه. انت قربت الجهاز قالك انك قربت من حاجه. قربت منها جدا. تمام كويس. كده الدنيا سالكه بالنسبه لي مفيش مشكله خالص. الدنيا مفيش مشكله. هي هتفضل مفيش مشكله لان مفيش حاجه هتبقى قدامك خالص. في حاجه قربت. تمام. انت بتتكلم بجد يا محمود؟ والله في حاجه قربت جدا. ممكن نرجع ممكن تلف زاويه 45 كده بس. ايوه okay. ونمشي مستقيم. الدنيا تمام. كده في قرب بسيط كده قرب جامد. دي الكاميرا اللي بتصورك يا محمود. دي الكاميرا اللي بتصورك. لا 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 تعالى تعالى يا محمود معلش انا زي اختك الكبيره. انا بص تعالى 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 نقف هنا. انا عايزك بس اتاكد حاجه انه انت مش صاحب خالد دود يعني. لا انت خالص والله ولا اعرفهم. اول مره اشوفهم النهارده. يعني معلش انا لو قاعده في البيت ممكن اقول انا ما يمكن ده صاحبهم. لا خالص يعني اول مره اعرفهم تماما النهارده. وما طب لما شرحوا لك الجهاز يعني صدقت قوي انه حاجه ممكن تبقى انت ماشي فدلك ايه العوائق اللي حواليك؟ في الاول ما فهمتهاش. في الاول ما فهمتش ايه الموضوع. بعد ما جربت الجهاز وجربت ان هي ممكن يعني ان هو فعلا شرح لي فهمني الدنيا ماشيه ازاي خلاص الحكايه بقت بالنسبه لي بسيطه وكان في قناعه بالنسبه لي بيها. طيب اسالك سؤال محمود ما تزعلش مني. انت لما بتمشي بتستخدم عصايه اكتر ولا شخصي؟ لا خالص خالص انا ما بستخدمش عصايه نهائي. انا دايما بعتمد على شخص بيبقى معايا. شخص معاك. طيب ايه احساسك وانت ماشي وانت مش معتمد على شخص ولا على عصايه؟ على الاقل ان انا يعني انا في مكان معين مثلا كنت موجود فيه في لحظه من لحظاته دي عمري ما هنساها. المكان ده ما كانش فيه بني ادم معايا. فضلت قاعد حوالي مثلا نص ساعه ساعه لتلت لغايه ما في حد جه قرر ان هو يعني كان مكان عام كمان قرر ان هو ياخدني مسافه ما تقلش عن متر او 2 متر عشان خاطر يوصلني للسلم. فعن طريق الجهاز ده يمكن اقدر احل المشكله دي وما افضلش متعطل. بص يا احمد الجهاز ده ايه ده؟ على الصوت. طب خليك ثابت مكان. اوكي. الجهاز الجديد اللي هم عملوه اصغر والطف واخف. هستاذنك يا محمود تلف برضو على شمالك شويه عشان الكاميرا تجيبك.
أيوة كده بس ستوب. طيب أكيد هم اللي عملوا التطبيق ده أو الاختراع ده نفسهم يطوروه ويبقى أكيد قد البطارية الصغيرة. صحيح. وأكيد حد زيك نفسه ياخد الجهاز ده مع البيت يقعد يتدرب عليه شوية. أكيد. صح؟ طب وأكيد أي حد معانا من الأفاضل اللي قدمناهم من كفيفي البصر عايزين يجربوا الجهاز ولا أنا غلطانة؟ طيب إيه رأيكم نعمل حاجة أحلى من كده بكتير؟ إيه رأيكم إنه الجماعة المبتكرين دول الجادين دول إن إحنا كبرنامج معكم إنه إحنا نشتري أو نمول 5 أجهزة نديهم هدية للخمسة اللي موجودين معانا محمود وكل اللي معانا. إحنا سألنا خالد وزمايله انتوا عندكم اجهزه جاهزه فنشتريها ونقدمها هديه؟ قالوا لا احنا لسه احنا كنا شغالين على البروتوتايب على النموذج. قلنا لهم ماشي بدل ما نشتري نمول لمليون سبب. 1 ان هم ناس جادين جدا. 2 لان هم بيقدموا امل. 3 انه في اعتراف جوه وبره بالابتكار او بالتطبيق ده. الاهم من ده ومن ده ومن ده ان هم حلمهم انه الجهاز ده يبقى في متناول الجميع. يعني اذا كان الجهاز ده بره ممكن يتعمل هم اول من عملوه، بس اذا كان هيتعمل بالشكل ده اكيد هيبقى غالي قوي على اي كفيف بصر عندنا في مصر. منهم هيعملوا خدمه ويخلقوا فرصه لحد بتمن زهيد، يبقى اقل واجب علينا ان احنا نساعدهم بطريقتين. الطريقه الاولى التمويل وطبعا ابهاج الناس. الطريقه الثانيه يا محمود انت وكل الافاضل اللي معانا، هم هيخلصوا الجهاز خلال 15 يوم ان شاء الله، خلال 15 يوم هيكون موجود عندكم في البيت. انا بشكرك يا استاذ منى والله. تشكرني على ايه؟ ده انا اللي بشكرك، اصل انت الفيصل النهارده يا محمود. انت الوحيد اللي كنت تقول لنا الجماعه دول قدام، مش تقول لنا، هتقول للناس كلها انه في فرصه متاحه، ولا ايه؟ احنا بقى بعد العاطفيات دي بيزنس از بيزنس. الخمسه اللي هياخدوا الجهاز هيبقوا كمان شركه في الاختراع او في المنتج، لانه بناء على ملاحظاتهم التجريبيه بالتاكيد ان هم يطوروا الجهاز يخلوه احسن وارخص. فانا مقدما انا بشكر اللي هياخدوا الجهاز دلوقتي وان شاء الله يستلموه بعد 15 يوم. انا بشكر خالد وزمايله هندسه المنوفيه، بشكر المركز البحثي اللي دعمهم في الجامعه الامريكيه وطبعا جامعه المنوفيه، بشكر محمود وبشكر كل اللي موجودين، ويا رب البصيره تبقى عند الجميع اللي بيفكر واللي بينفذ واللي بيستفيد من أي فكرة.